هذه بلدة الباغوز، آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية قبل عامين من الآن بالتعاون مع التحالف الدولي. ليس غريبا أن تكون بقايا أسلحة ما زالت مرمية في الشوارع، كما سيكون مألوفا رؤية شعارات خاصة بداعش على ما تبقى من جدران المنازل أو على جنبات طرق البلدة التي تعاني الأمرين بعد عامين من سقوط التنظيم الإرهابي. بيوتنا راحت خالص، ما عندنا لا بيوت ولا شيء، وهالساعتين ساكنين بيوت الناس، والناس زاد أهلهم ما أجوا في سبيل لا يجون، هسا وين نروح؟ بدنا نديح بالبظهر، وين نروح؟ وخبز والله كمية قليلة، يعني قاعد يجي عندنا فرن واحد بالباغوز مو مزد على الناس، وناس فوق ناس، لو تجون الصبح تشوفون الأزمة والله لا تقولون شلون عايشين. عودة سكان البلدة إليها من جديد تصطدم بواقع قلة الخدمات الموجودة فيها، بالإضافة لكثرة الألغام المزروعة في الأراضي. القرية هي ما جاي ترجع، ليش ما جاي ترجع؟ من ألغام، أراضيها مين نظيفة؟ كلها ألغام، يعني حد من باغوزنا من هنا راحت ناس كثير، راحت أطفال تشتلت بسبب ألغام، الجثث والألغام، هالثنين هاي ما في أحد يرجع من المنطقة، قالوا يا فلان تعال، يقول لك ما أرجع، ما أرجع، الحياة مو موجودة، ما أبي خدمة خالص، ما عندنا خدمة، منسيين، فينا منسيين إحنا، منسيين، هذا شوفت، أنا كم شبعانك واسأل القرية كلها، العشيرة هاي اسألها كلها، نفس الكلام. كل ما سبق من معاناة البلدة يضاف إلى ارتفاع الأسعار نتيجة هبوط الليرة السورية أمام الدولار، بالإضافة لنقص المساعدات المقدمة للأهالي. وضع الباغوز عدم، أول شيء لحد الآن في جثث موجودة، ثانيا طبعا القلق شيء مو صحيح، الدولار مش عفا ب4000، هنا ب4.5، بالحسكة ب5، يعني هذا الدولار جاي تلعب به منه التجار. ثانيا عندك الأطفال السعال جاي يصير بجميع الأطفال، أمراض اللاشمينية ما في عناية خالص، ولا إقاثة، الإقاثة جاي نقصهم من كل شيء، من جميع المواد، ونتمنى فيه رغبة على هالشيء، لأنه إذا ما في رغبة مشكلة. وضع الناس جاي يزداد سوء، من سنتين ما تحسن، ما في أي تحسن. الباغوز وبعد مضي عامين على سقوط أعتى التنظيمات الإرهابية التي عرفها التاريخ، ما زالت تنفض غبار الإرهاب عن نفسها، لكن الأمل أيضا لا يزال موجودا في جيل قادم لإعادة الحياة إليها من جديد.